بسم الله وعلى بركة الله شواطنا متواصلة مشاهدينا الكرام. انطلاقة جديدة من انطلاقات الخير والمحبة تبدأ. شوط من اشواط الخير والمحبة في انتظار انطلاقته مشاهدينا الكرام. بسم الله وعلى بركة الله تعلن انطلاقة الشوط الثالث في الصعوب. هذا الشوط مخصص للأبكار الفطايم. نتمنى التوفيق بإذن الله تعالى للجميع. وإلى المقدمة نسير، إلى صدارة هذا الشوط نسير، نتابع اللي قادة المسيرة وانطلقت إلى المركز الأول. ها هي أمامكم من الجانب الآخر مشاهدينا الكرام تغريب شعار حلوة يتصدر قيادة هذا الشوط. يا سلام الانفراد المميز، شعار بشفيان تقريبا. المركز الثاني لسالم بن علي بن وديمة، اسمها القزيل. المركز الثالث تتواجد لسعيد بن سليمان الحارثي. المركز الرابع يا سلام يلي قادم مشاهدي الكرام 86 شاهينية الخليفة بن مكتوم المحرمي اللي انطلقت إلى المركز الثاني، مسجلة في القش خليفة بن مكتوم. وبنقول المحرمي ينطلق إلى المركز الثالث، المركز الرابع مشاهدينا الكرام الوصول من الشاهينية عيضة بن صالح الصيعري تأتي على المركز الثالث. المركز الرابع الله يا المرعوشة سعيد بن سليمان الحارثي من يقدم المرعوشة وتنطلق إلى المركز الثالث في هذه اللحظات. انطلقت إلى المركز الثالث، المركز الأول تغيير على المركز الأول مشاهدينا الكرام من شعار خليفة بن مكتوم المحرمي. أطلق الشاهينية، سيطرت الشاهينية إلى المركز الأول إلى مقدمة هذا الشوط. تبصم بأنها هي صاحبة هذا الشوط. بدأت من استعراض المميز خليفة بن مكتوم المحرمي، قدم الشاهينية وبدت بالانفراد المميز. تهانينا من هذه اللحظات. بدت الأمور واضحة كل الوضوح لخليفة بن مكتوم المحرمي. نهني على فوز الشاهينية بالمركز الأول وبانفراد تام، انفراد واضح كل الوضوح، تسجل حضورها المميز لأول مشاركة. تهانينا لخليفة بن مكتوم المحرمي، نهني على هذا الفوز. المركز الثاني مرعوشة المملوكة لسعيد بن سليمان الحارثي. المركز الثالث السالم بن علي بن وديمه العامري. التوقيت دقيقتين 26 ثانية.